مساء الخير يا عادل. مساء النور. ايه يا ابني؟ هدى قالت لي ان انت سالت عليا كذا مره. اتخضيت؟ قلت اجي واشوف ايه الحكايه؟ في ايه؟ لا. مالك يا ابني في ايه؟ متنح كده ليه؟ ما تفهمني ايه اللي حصل بالظبط؟ انت مش حاسس انك مزعلني في حاجه يا باسم؟ انا؟ اطلاقا. بعدين لو كنت زعلتك في حاجه قول لي يا اخي. هقول لك ايه يا باسم؟ لا. في ايه يا ابني؟ مالك متغير كده؟ ما تفهمني ايه اللي حصل بالظبط؟ طب تعال نخش نقعد جوه عشان نعرف نتكلم براحتنا من غير ما حد يسمعنا. حاضر يا سيدي. دي دخلت جوه اهو عشان نتكلم براحتنا ومحدش يسمعنا. في ايه؟ ايه بقى حكايه الاثنين الستات اللي جم عندي وسالوا عليك دول؟ عايزين ايه بالظبط؟ كويس ان انت اللي مسكت اول الخيط. خيط ايه يا ابني وحبل ايه؟ ما تتكلم عادي يا ابني. في ايه؟ قصر بقى، انا اتخلقت منك قصر. عرفت منين موضوع اللي جم سالوا عليا عندك دول يا باسم؟ من هدى برضو؟ اه طبعا من هدى. امال هيكون من مين يعني؟ اللي سالوا عليا دول سهى ومنال يا باسم. منال؟ اه منال. جات لي وكانت في حاله وحشه قوي، وكان باين عليها انها معيطه. ما كانتش منال اللي انا اعرفها، كانت واحده تانيه خالص. ليه تعمل كده؟ ليه تعيط وتعمل في نفسها الحاجات الغريبه دي ليه؟ تسالني انا؟ اسال روحك، انت ادرى. اكيد عارف ايه اللي مزعلها. الله يا عادل، انا ما اعرفش اي حاجه من اللي بتتكلم عنها دي خالص. انت عملت ايه في منال يا باسم؟ ايه يا عم؟ في ايه؟ هكون عملت فيها ايه؟ ما عملتش فيها حاجه خالص طبعا. مش عارف، بس الوضع كده مش طبيعي. وبعدين ايه حكايه البنسيون اللي انتوا بتتقابلوا فيه ده؟ ها؟ بنسيون ايه يا راجل؟ ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ ده مش كلامي، ده كلام منال. منال؟ منال اللي قالت لك ان احنا بنتقابل في بنسيون؟ ايوه، وانت عارف ان انا مش بألف وان دي حقيقه، وكمان سايبالك خبر انك تقابلها بكره هناك. اه البت دي مجنونه وطاقه، هي قصدها على الكافيتيريا اللي فوقيها البنسيون. مش ممكن بجد، والله مجنون. اهي البت دي هتجيب لنفسها شبهه على الفاضي. ماشي، انا هعمل نفسي ان انا اقتنعت بالكلام بتاعك ده يا باسم، بس لازم تروح لها بكره البنسيون عشان واضح انها في مشكله خطيره قوي. يا دي النيله تاني هتقولي بنسيون؟ يا ابني افهمني بقى. يا باسم اسمعني كويس، انا واثق ومتاكد ان في كلام تاني غير اللي انت بتقوله ده. يا راجل كلام تاني ايه وتالت ايه وبتاع؟ فجننت؟ معقوله برضه عدوله؟ معقوله يا عم انت انا هخبي عنك حاجه؟ لا يا باسم، بقيت بتخبي. يا ابني افهم، البت منال دي بت طاقه مجنونه، صوامين مخها مفكوكه وعايزه تتربط. ما تقلش باصلك مع منال يا باسم ارجوك، احنا عندنا ولايه. ماشي يا عم الولايه، بس يا ريت بقى تسيب مروح عشان اتعشى مع امي واختي، لانهم ما تعشوش. انا اصلي سبتهم وجيت لك جري عشان اشوف المصيبه اللي عندك دي. يا ريت يا باسم تحط امك واختك في حسبتك وانت بتتعامل مع منال، ها؟ وخليك فاكر كويس قوي انها وليه وهم ولايه. ماشي ماشي يا عم، بس ريت بقى انت كمان تشيل من مخك الكلام الفارغ ده، وانا اوعدك ان انا هسيب منال وهخليها تنساني في اقرب وقت ممكن عشان سعادتك تطمن. من غير غدر يا باسم. من غير غدر عادي. سلام يا صاحبي. انا ما يهمنيش موضوع الفرح ده خالص بصراحه، مش فارق معايا. ازاي بس؟ لاحظي الاحتفال بكتب الكتاب هو الفرح الوحيد، لان الدخله هتكون سكتي. ايوه، العريس مش هيكون موجود في مصر، هيكون هناك في بلاد الفرنجة. الا اذا قررت انك تعملي فرح لوحدك. انتوا بتهزروا؟ انا بتكلم جد. قلتي مش عايزه شبكه، قلنا معلش، قلنا الدخله هتكون سكتي عشان العريس مسافر، قلنا زي بعضه. كمان مش عايزه فرح في كتب الكتاب، ليه كده يا بنتي؟ الله، طب ما طنط انا قلت اجيب شبكه وسلوى رفضت وقالت انا اكتفيت بدبلتين. يا حبيبي انا ما بتهمكش بحاجه، هي اللي رافضه اي مظاهر للفرح مش عارفه ليه. يا ماما يا روح قلبي، الفرح ده في القلب، عمره ما كان بلبس الذهب ولا بفستان الفرح. وبصراحه بقى الفرحه اللي بجد هي ان الانسان يكون واثق من اختياره، وان هيقضي بقيه حياته مع انسان يحبه ويسونه. ياما ناس عملت بدل الفرح اتنين وتلاته لكن ما حسوش بالفرحه الحقيقيه، وتلاقيهم كمان كانوا مغصوبين على الجوازه. طيب تسمحوا لي اقول رايي؟
بصراحة أنا مع سلوى في تفكيرها العملي، ومعاكي برضو يا طنط في إن الإنسان مش لازم يفرح بس، ده لازم يفرح اللي حواليه كلهم. فلو تسمحولي يعني أنا همسك العصاية من النص وأحاول أرضي الطرفين، مش كده يا بابا؟ أيوة كده. ترضي ماجدة بإنك تفرحها بنتها، وترضي سلوى في إنكوا تدبروا شؤونكوا عشان المشوار اللي جاي. شكلكوا كده متفقين على حاجة. لقطتها وهي طايرة. لا بس احنا عند موقفنا واتفقنا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده في اتفاقات من تحت الترابيزة بقى. ما ينفعش كده، احنا لازم نعرف كل حاجة. خلاص؟ ومش كاتب الكتاب آخر الأسبوع ده؟ ايوه. يوميها هتعرف كل حاجة. ايه يا حبيبتي خير؟ عادل قلقني قوي، في حاجة؟ اقعدي باسم. اقعدي باسم. في ايه؟ مالك خير؟ ابدا. انا عايز اسأل بس، عملت ايه مع باباك؟ معقولة يا منال؟ يعني انت قلبة الدنيا عليا، رحت لعادل عشان تسأليه انا فين، وفي الآخر تسأليني السؤال ده؟ بمناسبة عادل صحيح، هي مش الشقة اللي كنا بنتقابل فيها دي شقة عادل برضو؟ ها؟ لا ليه؟ الشقة اللي انت رحت له فيها امبارح دي تبقى شقة اخت عادل. ازاي؟ اذا كان الشقة اللي سألنا فيها الاول بنت فتحت لنا وقالت ان اخوها يبقى صاحب عادل. انت فاكرة الشقة اللي احنا كنا بنتقابل فيها الاول دي؟ فاكرة؟ دي تبقى شقة اخت عادل. اللي انت رحت له فيها امبارح بقى دي شقته هو. واخبار شركة الاستيراد والتصدير بتاعتكم ايه؟ في ايه؟ خير يا منال؟ اسئلتي غريبة ليه النهاردة كده؟ هو لما اسالك على شغلك انت وباباك تبقى اسئلتي غريبه؟ لا ده هو الشغل كويس وماشي زي الفل، مفيش حاجه يعني. بس انا عايز اعرف بقى، انت يعني طلبت تقابليني بسرعه قوي كده ليه؟ خير في ايه؟ انت قلت لي اسم باباك بالكامل ايه؟ ايه يا منال في ايه بس حبيبتي؟ مالك النهارده كده غريبه وشكلك مش طبيعي؟ دي في حد زعلك؟ قولي لي. في حد عرف مننا اي حاجه؟ انا هتصدر الموضوع، ما تخافيش هعرف احل كل حاجه يعني. بس شكلك غريب قوي النهارده. حسام اخويا سأل على شركتك انت وباباك ولقى ملهاش وجود من اساسه، ولا اسمك كمان لي وجود في كلية ألسو. ايه رأيك بقى؟ مؤامرة طبعا. دي اكيد مؤامرة، انا عارف اصلا واد اخوك ده اصله بيكرهني، عايزك تشك فيا عشان تبعدي عني. وسعاد الافندي ده ليه بقى عمل لك فيلم الشقة ولخبطت الشقة دي؟ عشان لسه بيحبك. باسم. نعم. انا حامل. ايه؟